رفض بيوم من الايام انت وصديقك عم تحكوا عن موضوع بالسياره وما عم تستخدم التليفونات، عم تحكي له عن فيلم وثائقي شفته على ناشونال جيوغرافيك عن البطريق. تفتح الفيسبوك بعد شوي بينزل لك اعلان عن موقع مثلا عامل تخفيض 50% على بيوض البطريق. حتستغرب انه يعني ليش تنزل لي هذا الاعلان بالوقت اللي انا كنت عم بحكي فيه عن البطريق انا وصديقي، مع العلم انه انت مو عامل اي بحث اولا او قبل او اي مو زاير اي موقع عن البطريق. التفسير الوحيد اللي حيتبادر لذهنك انه اكيد الفيسبوك بيتسمع على حديثي، وبناء على كلمات معينه انا عم بحكيها نزل لي هذا الاعلان. وفعلا لقيت هذا الراي شائع وحتى بين ناس تقنيين، وكثير مواقع مثلا ذكرت هذا الموضوع. ولنفهم انه فعلا هذا الموضوع كثير شائع، بالجلسه الاخيره اللي جلسه الاستماع مع مارك روزنبرغ مؤسس موقع فيسبوك، الكونغرس سالوه انه اعضاء الكونغرس سالوه انه هل الفيسبوك بتسمع على المكالمات؟ جوابه كان قطعي، قال لا. طيب خلينا قبل ما نجاوب تقنيا نحل الموضوع شوي منطقيا. اولا فيسبوك عنده 2.7 مليار مستخدم حول العالم. لتستمع على 2.7 مليار او تستخدم تقنية الفويس ريكوجنيشن او تتعرف على الاصوات 2.7 مليار، يعني محتاج امكانيات عن جد مهولة ضخمة يعني. وانت هون بدك تفكر هل العائد المادي لهذا الصرف اللي بده يصرفه على هيك تقنية، هل هو يعني اتوقع انه هذا الاستخدام يعني غير فعال. هاي اول نقطة. النقطة الثانية انه انت لما تستخدم هذا الموضوع انت مو دائما انت عم تحكي عن الشغلات بشكل ايجابي، يعني انت ممكن تكون ماسك براند معين وعم تسبه وانت مقرر انك ما تتعامل معه عن تجربه سيئه. فبالتالي لو تعرف الصوت على يعني تعرف البرنامج على هذا البراند او هذا المنتج اللي انت حكيت عنه ونزل لك اعلان عنه، فحيكون ضياعه وقت وخساره يعني. فهذا غير منطقي انك انت تستخدم هاي التقنيه لمجرد مثلا انه واحد عم يحكي. ومن المستحيل انه انا احط حدا يقعد يتسمع على مكالمات هي ال 2.7 مليار. النقطة الثالثة، فيسبوك ما له بحاجة انه انت يتسمع على مكالماتك. ليش؟ لانه انت اذا بتدخل مثلا على صفحتك على سيتنجز بتشوف ماي انفورميشن، وفينك تنزل نسخة من المعلومات اللي مخزنها فيسبوك عنك. ملفي مثلا طلع حجمه 3 جيجا، يعني ضخم جدا، مخزن فيه كل شيء عملته خلال 13 سنة على الفيسبوك، اي تعليق، اي فيديو انت شفته، اي صورة فتحتها، اي اعلان تفاعلت معه. هاي المعلومات الضخمة جدا عن الشخص، بالإضافة للمعلومات الأشخاص المشتركين أصدقائك وعائلتك، فينا يحللوها مع بعض وباستخدام الذكاء الاصطناعي بيوصلوا لشيء اسمه الباترن أو النمط لحتى يتعرفوا على شخصيتك وشو الاهتمامات، واللي هي هذا أسهل لهم بكتير من التعرف وفعال أكتر من التعرف على الأصوات. الشغلة الرابعة، حاليا في تقنيات بتخليك تفهم وتعرف كل يعني كل بيانات او اي نوع من البيانات اللي عم يعني اي باكيت اللي هو وحدة قياس بيانات هيك صغيرة، اي باكيت عم تطلع وترجع عن طريق الانترنت باستخدام اي تطبيق. وفعلا في واحدة من الجامعات عملت دراسة على 17,000 تطبيق، لقيت انه الفيسبوك ما عنده هذا الموضوع، واغلب مواقع التواصل الاجتماعي يعني المشهورة ما عندها هذا الموضوع. الصادم انه في 8000 من اصل 17,000، 8000 تطبيق عندهم هذا الموضوع، عم بيستخدموا الميكروفون ليتسمعوا على الاحاديث، لكن من ضمنها الفيسبوك مو من ضمنها. هذا الشيء بيخليك انه انت يعني لازم كتير تكون منتبه على موضوع الاذونات اللي انت عم تعطيها للتطبيقات. اذا انت بتدخل على اي تطبيق من خلال الاعدادات تبعه بتلاقي موضوع البيرميشنز او الاذونات، دائما اعطي الاذونات الضروريه والضروريه جدا للتطبيق لحتى يستخدمه. رح ناخذ مثال تطبيق مثلا ال 365 اللي هو تطبيق رياضي بيعطيك تنبيهات عن الرياضه والاهداف وخلافه. مثل هيك تطبيق ما لك بحاجه انك انت تعطيه اذونات ليعرف موقعك، ولا يستخدم الميكروفون، ولا يستخدم الكاميرا الى اخره، ولا يوصل لجهات الاتصال. وقيس على هذا الموضوع اغلب التطبيقات اللي بتستخدمها من العاب، من برامج تسوق الى اخره، حتى مثلا الفيسبوك نفسه او اي او تويتر او خلافه، اذا انت ما بتستخدم الكاميرا فيه مثلا لمكالمات الفيديو او ما بتستخدم الميكروفون للمكالمات الصوتيه، فما في داعي تعطيه الاذن انه يوصل للميكروفون تبعك. فدائما انت اللي انت المصدر للحفاظ على خصوصيتك.
من خلال الغاء الادونات الغير ضروريه للتطبيقات اللي عم تعملها. طب ممكن تقول لي انا عم بعطي تطبيقات مثلا لبرامج معينه، شو دخل الفيسبوك؟ لازم تفهم انه في تعاون دائما، تبادل تجاري للمعلومات اللي عم بيجمعوها التطبيقات مع الشركات او بين الشركات، ولازم تفهم انه هي الثروه حاليا، هي اللي بده يصير عليها حروب ومشاكل، اللي هي اعلى قيمه من النفط او المصاري، اللي هي الداتا او المعلومات اللي عم بيستخدموها او يجمعوها على المستخدمين. لازم كمان تفهم انه انت في كثير تطبيقات عم تستخدم، قلت لك دخل اسم مستخدم وكلمه مرور او سجل، او سجل دخول باستخدام الفيسبوك او جوجل. فبالتالي مجرد ما دخلت بالفيسبوك او جوجل فانت اعطيت تصريح لهذا التبادل اللي بصير، وغالبا مكتوبه بالشروط والاحكام اللي احنا موافق ما بنقراها. طبعا طويله كثير، يعني صعب انك كثير انك تقراها. حافظ على خصوصيتك من خلال موضوع الادونات. ثاني شيء، حاول تحمي حالك من شيء اسمه السوشيال انجينيرينج، يعني لا تنشر معلومه ممكن تستخدم ضدك في المستقبل. سمعنا عن كثير قصص ناس نزلوا على الانستغرام او الفيسبوك انه هن مثلا مسافرين، مثلا هو شخص مثلا عايش بالسودان ومسافر عامل سياحه بماليزيا، ثاني يوم نطوا على بيته وسرقوه لانه اكيد فاضي هو وعيلته، نزل صورته هو وعيلته انه هن بماليزيا، بده 10 ساعات لحتى يرجع على السودان، فبالتالي سرق بيته. وهذا مثال كثير بسيط. مثال ثاني كمان بسيط جدا، واحد عامل ويب سايت انه شيك انه بطاقه الكريدت كارد او البطاقه الائتمانيه تبعك مو مهكره او ما حدا عنده اياها، بتروح بتدخل البطاقه الائتمانيه رقمها وتاريخها واسمك وخلص صارت مهكره، فانت مشان تشيك على رقم انك انت مالك مهكر دخلت له اياها واعطيته اياها. فانت انتبه للمعلومات اللي انت عم تشاركها. صح البرايفسي بهالايام صارت صفر معدومه لانه صورنا محفوظه على جوجل او ابل، اللوكيشن كمان موجود نفس الموضوع عن نفس الشركتين، كل شيء بحثناه كل شيء عملنا عنه زياره او شفناه كمان نفس الموضوع، لكن كمان احنا ما نفتح الباب على الاخير ونحاول نحافظ على موضوع الخصوصيه قد ما بنقدر. أتمنى لك تصفح آمن وخصوصية عالية. تحياتي.